تاسك بعملها، التاسك دي بعضيها بتسبق بعض او بعضها بيجي بعد بعضيها، هتبان لي من النتيجة ان دول ما تعملوش الا لما ده تخلص، او العكس دول ما تعملوا بعد ما دي اند سو اون. فاديني هنا برايورتيز بتاعت تاسك ممكن تتعمل، اديني ديستنس نودز معينة، اديني بروبلم من البروبلم وفيجواليز understanding the problem. sort of prototyping, بس البروتوتايبنج ده بيكون على شكل نتورك. والنتورك ده بيبقى له ريليشن بين الكومبوننت. مش عارف انتوا اخدتوا مانجمنت ولا لسه، يعني البروجكت مانجمنت بيزد على النتورك اناليسيس. It has applications in many fields such as transportation, electrical communication networks. عندنا كمان تستخدم في production, distribution, project planning, facilities location, resource management, financial planning. واحنا بيبقى غالبا عاوزين نعمل optimization للنتورك دي بحيث ان يكون عندي objective عاوز احققه. Minimum distance, minimum cost, highest profit, whatever الحاجة اللي هي حامل لها optimization هو الobjective بتاعي شكله. يعني ممكن نشوف كده شوية تطبيقات على الحاجات دي. مثلا في مجال الكوميونيكيشن نتورك في representation ممكن لان والوان انترنت نتورك نمثلها كده. هو عبارة عن مجموعة كمبيوترز، والكمبيوترز لهم سيرفرز وبيتصلوا ببعضهم بصورة بأخرى. This is a sort of network. طبعا network should be optimized، يعني بتبقى اقل distance between الحاجات دي، يعني اعلى communication speed ما بين بعضيها وبعضيها، وتيجي communication speed دي من عناصر كتيرة، فهو بيعمل optimization بواسطة network analysis. ده بما تكون computer communication network presentation، زي مثلا نقول شركة طيران عندها تيرمز او عندها كمبيوترز متوزعه على شركات السياحه، يفتح على طول على شركه مصر للطيران خلال شبكه، الشبكه دي ديديكيتد فقط لا غير مثلا، او ممكن تكون على الهاي واي اللي هو الانترنت، وكلها مرتبطه مع بعضيها بحيث ان انا اقدر احجز تذكره الطيران وانا في مكان لمكان اخر، واقدر اعرف الديستنس بتوين النودز دي تمثل هنا بالدول اللي هتروح لها الطياره، يعني دي دوله ودي دوله ودي دوله، وانا عاوز اوصل للدوله دي وانا قاعد هنا هون، ممكن اخد شويه روتس مختلفه عشان توصلني لهنا، ممكن اخد روت ثاني، ممكن اخد روت ثالث، بس كل تذكره هيبقى لها سعر، لان احنا عندنا ديستنسز او مايلج بيبقى موجود، والمايلج دون بيحدد سعر التذكره. وبيحدد كمان زمن الوصول، يعني ممكن دي تبتدي الرحلة بتاعتك من هنا لغاية كندا توصل بعد 3 أيام لو أخدت الروت ده، توصل بعد 10 أيام لو أخدت الروت ده، توصل بعد 10 دقايق لو أخدت الروت دوت. فإذا هو عاوز تـ optimize الـ time، وعاوز تـ optimize الـ mileage، وعاوز تـ optimize الـ cost as well في كل دولة. فهو دي عبارة عن network. النتورك دي بيقدر يعمل لها اناليسز ويقدر يحل لها مصطلحات. ممكن يكون عندنا جراف ريبريزنتيشن للنتورك بتاع الكوميونيكيشن، عندنا مثلا سيرفر في الكليه والسيرفر ده متصل بشبكه معينه، ودي كلها هنا ادي خطوط اهي موصله من حاجه الى حاجه ثانيه، في راس سهم موجوده، فده بنسميه دايركتد النت. لو ما كانش السهم دي موجود زي هنا فدي undirected network، ممكن اتصل بدي او مضيف متصل بدي، لكن دي one way في اتجاه واحد فقط لا غير. دي نلاقيها مثلا في مشاكل بتاعه الميه اللي احنا كنا حليناها بالترانسبورتيشن بروبلم، عندنا سورس وماشي في اتجاه واحد مش هيمشي في اتجاه ثاني، يعني الميه مش هترجع في الماسوره، شعلة تكون المايه جايه لك على البيت ترجعها في المصرف.
دي كوميونيكيشن نتورك ريبريزنتيشنز. عندنا مثلا بروجكت نتورك زي افتكر هتاخدوها الترم الجاي او تاخدوها دلوقتي الله اعلم، البريزنس دايجرام اللي بيترسم وده بيبين برضه مجموعة نودز ليهم علاقات ببعض، يعني دول بيتعملوا بعد دي ودول بيتعملوا بعد دي ودي، وهنا بقى في تايم ايرلس وفي تايم ليتست بيحدد لي امتى انتهي من الـ دي وامتى اقل وقت واكثر وقت انتهي فيه، وبالتالي كومبليشن تايم بتاع المجموعه دي كلها بيتحدد في مينيموم معين ممكن اوصل له، بيتحدد من خلال العلاقات اللي موجوده دي. ممكن برضو تبقى نتورك برضو بنفس الصوره عباره عن مجموعه تاسكس بتؤدى، ممكن بقى تبقى تمثل اكتيفيتي اللي هو السهم، وممكن في بعض الأحيان تمثل إيفنت، ودي ممكن تمثل أكتيفيتي أو إيفنت، وده على حسب التايب بتاع النتورك اللي بيترسم، إذا كان أكتيفيتي أون أرو أو أكتيفيتي أون، يعني أشكال كتيرة من الإيه من الحاجات دي، لكن كلها بتتحل بواسطة النتورك أناليسيس. البرودكت ديستريبيوشن عندنا بقى من الصبح كده عاوزين نعدي على شركات الماكدونالدز ولا كنتاكي ولا حاجة زي كده، نودي لهم بقى البضاعة اللي هيبيعوها تاني في اليوم دون، هنجيب لهم بانز وهنجيب لهم فراخ، هنجيب لهم بتاع السوسجز، نجيب لهم وات ايفر اللي هنجيبه. فبيبقى في ديستريبيوشن، وخصوصا لما تكون الديستريبيوشن دي ممكن تكون اوفر سيز، وممكن تكون الديستريبيوشن دي في نطاق لوكال او ريجنال، فدي بتبين سبلاي تشين كنترول، يعني كنترول على كل الاليمنتس اللي موجوده من ناحيه اللوجيستكس والطيران ومن ناحيه المصانع ومش عارف اللي بتشتغل اند سو اون. يبقى هو بيعمل مثلا هنا كرتون يبيع فيه، هو بيصنعه هنا وبعدين بياخده ويطيره ويوديه على مصر وبعدين ياخده مش عارف يعمل فيه ايه اند سو اون. برضه السبلاي تشين نتورك ممكن تكون فيها لوجيستكس، اللوجيستكس دي معناها ممكن تكون ترانسبورتيشن، فده بيسموا كل واحدة من دول تير، تير دي معناها يعني ايه ليفل معين، فإن السبلاير بيدي الخامات للمانيفاكتشر، والمانيفاكتشر ده عنده اكتر من فاسيليتي، وبعدين بيطلع البرودكت بتاعته يوديها على سوبر ماركت اند سو اون، والسوبر ماركت طبعا من السوبر ماركت كارفور مثلا وات ايفر، وبيكون بزنس تو بزنس او بزنس تو كاستمر. دي برضه عبارة عن نتورك، النتورك دي يعني ليها علاقات وبتتحل فعلا بالسبلاي بالنتورك اناليسيس. في الالكتريكال باور نتورك ديستريبيوشن، توزيع بقى قوة كهربائية، ده عاوز له اوبتمايزيشن، انت عاوز اقل اطوال من الكابلات تتصل من مكان لاخر، عاوز اقل اعلى بيرفورمانس، يعني يبقى اللوسز اللي موجودة في الشبكة تكون اقل ما يمكن. فممكن يكون الكتريكال باور ديستريبيوشن سيستم بيعتمد على مجموعه اوبتمايزيشن للكومبوننتس بتاعه الايه النتورك. وعندنا برضو في مجال البرودكشن ممكن يكون عندنا بنعمل حاجه اسمها فاليو ستريم مابينج، بيبين علاقات ما بين بروسيسز وبعضيها، او ممكن تكون في باكجينج اندستري فور اكزامبل، ودي مصانع وبعدين بتعمل باكجينج في مصنع هنا هو، ويطلع عندك هنا شيبسي ورو مش حاجات بقى المختلفة، وبتروح لكاستمرز هنا هو من خلال برضو سبلاي تشين بصورة أو بأخرى، لكن هي عبارة عن باكجينج اندستري. الترانسبورتيشن بقى زي ما انتم شايفين كل يوم بيفتتحوا الطريق، الشركة كان بيفتتحوا الطريق أو الرئيس كان بيزور الدائري الأوسطي يوم الجمعة، يبقى هو بيبص على خرائط زي دي، الخرائط دي بتبين له المواقع المختلفة اللي بيمر بيها الطريق عشان هو بيخدم مجموعة بلاد كده and so on. This is also a network، يعني سيبك من الخطوط مثلا مش ضروري تكون مستقيمة، لكن this is a network of ايه؟ of طيب يبقى الطريق الأوسطي هيسلم لطريق مصر اسكندرية الصحراوي، يسلم لي طريق مش عارف بنها الحر، يعني عندك
حاجات كتيرة، وساعات بيبقى عندك ترانسبورتيشن من واحدة لجميع الاتجاهات، وممكن من واحدة لاتجاهين ثلاثة، فكلها دي ترانسبورتيشن بروبلمز، كلها you can portray it in a form of a network in order to analyze the network ده وتحلها. لا، علشان ما تبقاش احنا بناخد مسألة وبنحفظها بتتعمل ازاي، لكن اللي عارفين الابليكيشنز بتاعت الموضوع ده كبيرة جدا. وبالمرة برضه نعرف ان الاو ار او الاوبريشن ريسيرش ليها تطبيقات مهولة، يعني مغطية كل حاجة، ان دي مادة أساسية مفروض الناس كلها تتعلمها. هندي بروتوتايب اكزامبل كده هنشتغل عليه في السيشن. احنا عندنا هنا نتورك عبارة عن مجموعة نودز للسفيرة دي، و distances between النودز وبعضيها، أو time ممكن يكون، أو cost أو whatever، يعني الرقم ده بيمثل حاجة و you want to optimize total بتاعها whatever شكلها إيه. ده عبارة عن بارك، بارك ده يعني جنينة كبيرة زي هايد بارك والحاجات اللي زي دي، وفيها locations مختلفة، مزارات يعني نعمل متحف، نعمل حديقة حيوان، نعمل مسرح، مش عارف هنا عامل ايه في الحديقة دي، سبيكرز كورنر هنا، دي عامل فيها بحيرة بط، دي عامل فيها، ده المخرج بتاعها وده المدخل، الأو المدخل بتاع الحديقة اللي يسموه البارك انترنس، وده عبارة عن التيرمينيشن بتاع البارك. انت بقى جوه الهايد بارك دي مساحتها ضخمة جدا، يعني واخدة يمكن مساحة نص لندن، حاجة كبيرة أوي وفيها حاجات كتيرة أوي. أنت عاوز توصل، أو رحنا جنينة الحيوانات، أنت دخلت في الإنترنس هنا هو وعاوز تخرج من الباب التاني، هتخرج إزاي؟ يا ترى تاخد أنهي روت من الروتس دي؟ أمشي كده كده كده، ولا أمشي كده أهو، ولا أمشي كده أهو، ولا أمشي أنهي واحد روت من الروتس، بحيث إنها يكون المسافة اللي هي ممثلة بالمسافة ما بين كل نود والتاني بتبقى هنا تكون أقل ما يمكن، عشان رجليا بتوجعني فمش عاوز أمشي كتير. أو إذا كان عندنا ترام، الترام دون هينقل الناس من هنا لغاية هنا، فينقلها على أي طريق؟ سيبك من الشكل، لأن ممكن يكون الطريق اللي أنت شايفه دارج ده طوله أكتر من أي طريق تاني إن دايركت. إذا أنا عندي دلوقتي نتورك بتمثل أماكن جوه البارك، إحنا وي ونت تو ريتش أي مكان، ده عندنا شوية بروبلمز، يا عاوز إن أنا أوصل في أقل وقت أو أقل مسافة من الإنترنس للتيرمينال أو الإند، أو إن أنا أكون عاوز أرمي كابلات كهرباء مثلا على سبيل المثال، بحيث إن يكون كابلات الكهرباء توصل لكل النودز اللي موجودة قدامي بأقل أمتار أو طول للكابلات اللي موجودة، أو عندي هنا فليت من الأتوبيسات، وهنا في فليت من الأتوبيسات زي كده، مثلا في الماجيك لاند دي، ولا يسموها الماجيك لاند، هي عند الإنتاج الإعلامي، فعندي هنا اتوبيسات طفطف كده بياخدنا يلففنا على المزارات اللي موجوده، هنا ده الفرعوني، وهنا ده المناظر الطبيعيه اللي مش عارف ايه، وده مناظر ريفيه، وده مناظر بحر، وده مناظر استوديوهات، وده يعني، فهو عنده هنا ثلاث اربع عربيات، وهنا عربيتين ثلاثه برضه، وهنا عنده خمس عربيات، وعاوز يعمل أعلى عدد من الرحلات من هنا لهنا، بس بقى مش عاوز هو ماشي في الرحلة دي يلاقي حاجة دخلت في الإيه؟ في الأتوبيس اللي ماشي أو الطفطف اللي ماشي، فإذا هو عاوز يجيب الماكسيمم فلو اللي ممكن يوصله من هنا، يعمل كام رحلة من هنا لهنا. يبقى ده البارك فيه مزارات مختلفة، عاوز أزور كل المزارات دي حاجة، عاوز أوصل من هنا لهنا
اقل حته، عاوز اعمل اكبر عدد من الرحلات من الاو الى التي. حد عنده سؤال؟ يبقى الترام بتاعنا ده ممكن يمشي كده اهو، يكمل كده ويطلع كده. في الحالة دي يبقى أكنه مشي ديستنس 5 و3 8 و1 9 و5 14. هل هو في حاجة أقل من 14؟ نشوف حاجة تانية، نجرب، هنلاقي إن عندنا 2 و7 9 و5 برضه 14 زي بعض. هل في حاجة أقل من كده؟ جايز يكون في حاجة أقل من كده. طب إيه البروبلمز اللي هتقابلنا؟ أول problem which route from the park entrance to station T has the smallest total distance for operation on trams. والproblem دي يسموها كده اسمها the shortest path problem. يبقى the shortest path problem. في problem تانية where the telephone lines عاوز يعمل خط تليفونات should be laid نحطهم في الأرض وذا مينيمم توتال نمبر اوف مايلز، يعني يكون طول الاسلاك بتاعه التليفونات تكون اقل حاجه. ودي بروبلم ثانيه يسموها ذا مينيمم سبانينج تري. في حاله ثالثه هاو تو روت ذا فيريس تريبس تو ماكسمايز ذا نمبر اوف تريبس ذات كان بي ميد بير داي وذاوت فايوليتنج ذا ليميتس اوف اني انديفيديوال رود، ويسموها ذا ماكسيمم فلو بروبلم. دي بقى استخداماتها في المية كتير قوي، إن أنا عندي شبكة بتاعت خطوط مية، وشبكة خطوط المية دي عاوز أدفع في الشبكة أكبر كمية من المية على حسب كل ماسورة الكباسيتي بتاعتها قد إيه. هنشوف دي ممكن نحلها إزاي. فإذا عندنا 3 problems we want to solve. The shortest path problem ودي والمينيمم spanning tree والـ maximum flow problem. نمسك واحدة واحدة. في حد عنده سؤال؟ عندنا شوية مصطلحات، وليكن دي مثلا ده طريق زي الطرق اللي هي موجودة، يعني الحتة دي نسميها نود. ليه؟ لأنها بتاخد التقاطعات ما بين الطرق وبعضيها، زي النود اللي فاتت كده، أي واحدة من الصفر اللي كانوا موجودين كونكتد بأكتر من خط، فممكن يكون داخل على الخط أو خارج من الخط، رايح يعمل إيه؟ يعمل فلو على آرك. فأنا عندي مجموعة آركس، يبقى الخطوط اللي هي موصلة ما بين النودز اللي هي الدوائر وبعضيها نسميها آركس أو برانشز طالعة منها، وبعدين خلال الآركس والبرانشز في فلو في اتجاهات، ممكن يكون في اتجاه واحد وممكن تكون في أكتر من إيه؟ من اتجاه، وده يبقى الفلو اللي موجود عندنا. يبقى إحنا نرجع تاني للبروبلم اللي موجودة، هنلاقي عندنا في سم ترمينولوجيز، في عندنا حاجة اسمها نود. النود ده is a point which connects at least a pair of arcs، يعني داخل فيها حاجة وخارج منها، أو داخل 3 وخارج 1، أو داخل مليون وخارج 5، يعني زي ما يكون. أقل حاجة إن يكون فيها two arcs، لأنه لو فيها one arc ما doesn't connect حاجة مع التانية، لكن هي عشان فيها two فممكن it connects two things together. A pair of arcs or branches in a network. وهنا النود والارك والفلو دول بنعبر عنهم في البروبلمز المختلفه. مثلا عاوزين نعمل the smallest mileage لسفريه ما بين مطارات مختلفه، فيبقى عندنا الايربورتس اللي هتنزل فيها الطياره ده عباره عن intersections، والانترسكشنز دي اللي هي النودز الاولانيه، والاركس اللي هي بتمثل خطوط الطيران اللي موجود. هل اركس دي ثابته في الطيران؟
لا صح، عشان اقول لك دي ما ممكن سما واسعة يمشي زي ما عاوز. لا هو ما فيش حد بيمشي زي ما عاوز. في حواري جوية تبقى موجودة ديديكيتد سبيشالي للايرلاينز. الطيارة مش مفروض تخرج عن الخط ده، لو خرجت يطلع لها مقاتلات ويضربوها على طول. إذا هي بتخش الأول على كل نود من النودز دي بتصريح، التصريح ده بيبقى واخده من الأول ومعاه كلمة سر ليه، بيقول له أنا فلان، قلت طب ادخل الإيه؟ الحارة الجوية. ممكن تكون الحارات دي فوق بعضيها، طب ليه عمل حارة؟ عشان يقدر يتابعه، لأنه في على الأرض بيبقى ما فيه موجود سنسورز بيتابع حركة الطيارة، فيبقى عارف الطيارة موجودة في أي حتة بالظبط وعلى أي ارتفاع. فإذا الرودز دي بتبقى ديديكيتد، ما فيش رودز بتبقى سايبة. وإذا عمل رودز عشان تمشي فيه الطيارة في اتجاه، ممكن ما يسمحش في الاتجاه التاني، وبالتالي هتبقى اسمها دايركتد، أو يسمح في نفس الحارة الجوية دي إنه يمشي في اتجاهين وممكن يخبطوا في بعض. كمان الحارة الجوية دي بتبقى بعيدة عن المخاطر الصعبة، زي مثلا ما يخبطش في جبل، ما يجيلوش عاصفة رعدية أثناء الطيران، أو يجي فيها مطبات هوائية جامدة جدا. فإذا هي الروز ديديكيتد اللي هي الأرض دي ديديكيتد للشغلانة. اللي بعديها كمان الفلو، الإيركرافت ذات نفسه هو اللي بيعمل الفلو، هو ده اللي طاير زي مركب على البحر، هي برضه هي اللي طايرة. طيب في تطبيقات أخرى في الانترسكشن دي عبارة عن سويتشنج بوينتس. سويتشنج بوينتس دي في الكهرباء أو في المجال بتاع الكوميونيكيشن ده بيعمل سويتش من اتجاه لاتجاه تاني. والارك عبارة عن شوية وايرز أو شانلز موجودة، واللي بيبعته بيبعت مسج، ممكن تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. إذا هنا دي ندي مثلا مثال، افرض إن عندنا 1000 كمبيوتر كونكتد لشركة الطيران، وبعدين واحد في الشركة بيقول له كده شوف لي تذكرة من كايرو طوكيو. قال له طب استنى، دخل لقى ال 999 ترم الثانيين قاعدين شغالين مع الهوست كمبيوتر، فالعملية اتعطلت خالص. هيفضل قاعد لما يخلص الشغل بتاعهم، وبعدين يجي حد كوسة في النص كمان يقول له النبي شوف لي وبتاع، ما يعرفش يشتغل. اللي هي النودز دي هي بتدي إجابة للرسائل اللي جاية لها من الألف كمبيوتر بالترتيب، فتدي له مثلا حرفين للأولاني، وتلف تدي للتاني حرفين والتالت حرفين، وتكمل حرفين حرفين تانيين. فيبقى قدامك دايما في حركة للكتابة أو للديسبلاي اللي موجود قدامك. فده بيبقى سويتشز بتبعت الرسائل أو تبعت الردود على أجزاء وأجزاء إيه لأ. وهنا دي عبارة عن باكتس موجودة في بوايرز، مربوطة بوايرز، والوايرز الشانلز دي بتمثل الأرض. واللي بيروح وبيجي ده هو عبارة عن المسج، يعني يقول له اه في أماكن، وده في 3 أماكن فاضلين، وده هو موجودة في الكلاس كذا، ودي سعر التذكرة قد كده من الحتة الفلانية للحتة العلانية على الطيران الفلاني. برضو عندنا شبكات تانية بقى فيها نوز بامبينج ستيشن، وعندنا بايبس دي اللي هي الأركس موجودة، وده الفلويد. بامبينج ستيشن دي طبعا موجودة في تطبيقات كتيرة كلنا عارفينها، أبسطها اللي في البيوت. عندنا ترمبة مية في البيت بتوزع على السكان كله، هنا عنده أركس كتيرة اللي هي عبارة عن بايب في الوسط كل واحد، وبعدين في فلويد ماشي فيها لور ووتر. عندنا برضو من النودز ورك سنترز
ودي جوز زي في ورشة من الورش، أنا كورك سنتر بتنقل من المكنة للتانية. مين اللي بينقل؟ اللي بينقل هانج من فورك ليفت راك، واللي بيتنقل هو الجوب ده اللي هو السلوك على شكله. الكاركترستيك بتاعت بقى المكونات دي، في عندنا حاجة اسمها دايركتد ارك. دايركتد ارك يعني خط، لو خط يبقى اندايركت، يعني نقول مثلا سلو از الاود ان وان دايركشن فقط لا غير. An arrow can be used to indicate the direction من A to B. من A يعمل سهم ل B. زي بالظبط وانت راكب العربية وشغلت الجي بي اس بتاعك ولقيت ده الشارع ده بقى one way، ويبقى في اتجاه واحد، ولو عاوز تروح مش عارف فين تلف وتروح على نود تانية عشان تلف وترجع لنقطة كانت موجودة قبل كده، تقدر تخش فيها يمين أو تخش فيها شمال. فده عبارة عن directed road. ال undirected arc flow in both directions، flow in both directions. هنا مش محتاجين نحط arrow، أو نحط arrow كده أو ممكن إيه يقرأ إن هو undirected. However, if the arrow are used to opposite arrows in the directions are to be used simultaneously، ممكن نستخدمهم في الاتجاهين. هنا تبقى links. It is permissible to make sequence of assigned flow in opposite direction but with understanding that the actual flow will be linear flow. The difference of assigned flow is in two directions. يعني لو أنا عندي مثلا في نود معينة كان عندي 10 نقلات، 10 boxes، أخدت ال10 boxes نقلتهم إلى من إيه، وبعدين 4 من العشرة الرؤوس من الناحية التانية رجعتهم لي، يبقى عدد الفلوس اللي موجود عندي اذا اتحط ان الاربعه من الايه من 10، وده يسمى في الحاله دي النت فلو بتاعي قد ايه. الدايركتد بقى اذا كان الارز كلها دايركتد، يبقى الشبكه اللي بتترسم على اساسها النتورك تسميها دايركتد نت. لو كانت الخطوط اللي واصلة ما بين النودز وبعضيها اللي هي الاركس كانت undirected او سهم في الاتجاهين، يبقى معناها دي النتورك is undirected network. الباث عبارة عن المسار عشان توصل للديستنيشن بتاعك. directed path يعني معناها انه طريقة الباص يعني ماشي في كل اتجاه، يعني اي ستارت اند اند اللودز الموجودة. صوت حضرتك مش واضح. صوتي مش واضح؟ ده يعني بقاله فترة يا دكتور. طب وليه ما بتقولوش؟ استنى لما انا اجيب كنت فاكر اسمع الموضوع عندي اكلم بسبب المستمع. النت، كنت فاكر الموضوع عندي بسبب النت. طب استنى لما اجيب سماعة بقى اكلم السماعة فيها.
كده سامعني احسن؟ اه تمام كده يا دكتور. يا جماعه طيب اعيد من الاول بقى ولا نكمل بقى، ولا في حاجه ما فهمتوهاش في اللي فات؟ هو اخر حته كنت حضرتك بتشرحها في السلايد اللي فاتت ما كانتش واضحه، اللي هي بس بتاعت الباث والدايركتد باث. طيب هنشوفها دلوقتي هنا. زي ما انتم شايفين كده في الرسمه اللي قدامنا دي، نفس النتورك اللي كانت موجوده بتاعت البارك، وادي النودز بتاعتها اللي هي الصفرة دي، وادي الارك اللي هي واصله ما بين كل واحده والتانيه، او البرانش نسميها ارك او برانش. لو انه الخط ده مالوش سهم، راس سهم يا كده يا راس سهم في الاتجاه ده، تبقى الحركه اللي مسموح بيها في الاتجاهين ممكن تمشي في الاتجاه ده، ممكن تمشي في الاتجاه ده، وممكن تمشي في الاتجاه ده، اي من الاتجاهين مسموح لك بيه، وده يسموه undirected arc. لو بقى الشبكه كلها مكونه من undirected arcs هتبقى undirected network، ده شيء طبيعي هنسميها على undirected. طيب اذا كانت الشبكه فيها سهم من الناحيتين لكل arc، معناها مسموح بالحركه في الاتجاه ده ومسموح بالحركه في الاتجاه ده، يعني زي دي بس هنا حاطين اسهم، فاذا دي اندايركتد برضه نتورك زي الاولانيه بالظبط. طيب اذا كانت في اتجاه واحد، اتجاه واحد حركه في اتجاه واحد غير مسموح بالحركه في الاتجاه المعاكس، يبقى دون دايركتد، هتبقى دايركتد دي مكتوبه غلط، دي دايركتد ايه نتورك. يبقى دي دايركتد نتورك. شايفين السلايد ولا راحت؟ اه يا دكتور شغاله. ماشي خلاص، يبقى عندنا هنا ده اندايركتد نتورك، ودي اندايركتد نتورك، ودي اندايركتد نتورك. اوكي، وبعدين ده يسموه باث، ان انا بوصل من الاو الى التيرمينال الموجوده هنا هو. فانا مشيت كده اهو، ممكن اكون مشيت كده اهو، ممكن اكون مشيت باي طريقه كان، اي طريقه من دول، فده هيسموه باث. خلاص الباث ده ذات نفسه بقى يا اما دايركتد يا اما ان دايركتد، يعني لو جينا في دي وعملنا باث ممكن الباث ده يبقى دايركتد او ان دايركتد، وبالتالي يبقى الباث ده دايركتد هنا هو، وهنا تبقى ايه ان دايركتد. دي المصطلحات اللي احنا عندنا بنقولها، ارك دايركتد ارك او دايركتد برانش ان دايركتد برانش، اذا كانت مكونه من دايركتد يبقى دايركتد نتورك، اذا كانت مكونه من ان دايركتد يبقى ان دايركتد نتورك، وبعدين عندنا باثس نقدر نعدها من هنا. اذا قلنا بقى عاوزين الشورت باث من اول هنا لهنا، سيادتك ممكن تتطوع وتجرب الباث دون، وجرب 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 الباث مش عارف ايه، يعني تجرب كله. ودي في هذه الحاله سميناها قبل كده اكزوستيف انيوميريشن، عملت كل الايه المحاولات واخترت منهم اقل مسافه او اقل زمن او اقل تكلفه او وات ايفر، يبقى انا عملت اوبتمايزيشن. بس this is not the case، احنا ما يبقاش نعمل كده كل مرة، لأن ممكن تكون شغالي هنحتاج إلى شوية تولز. دكتور معلش سؤال، هناخد ال هو ممكن مثلا نتورك يبقى بعض البرانشز فيها ومثلا برانش تاني فيه برضو كده، يعني البرانشز مش كلهم نفس النوع؟
وانت مش ممكن تبقى ماشي في الشارع، ماشي في الشارع تو ويز وبعدين يبقى وان واي بعد كده بعد نود، ممكن طبعا ممكن طبعا. جميل جميل، دي شكرا. وارد ان يبقى عندك ايه ميكس كده اهو، جميل وزي ما انت شايف كده يروح ويجي في الشمال اهو، يعني شكل يسمى. هنبتدي في اول بروبلم، احنا قلنا عندنا ثلاثة بروبلمز، البروبلم الاولانية شورت سباث بروبلم، والثانية مينيمم سبانينج بروبلم، والثالثة ماكسيمم فلو بروبلم. هنبتدي نشتغل في الاول. الاوبجكتيف بتاعنا از تو مينيمايز ذا لينك فاليو. اللينك فاليو دي اللي هي مكتوبه فوقيها خمسه، دي ممكن تكون كيلو، ممكن تكون متر، ممكن تكون جنيه، ممكن تكون دقايق، ممكن تكون اي حاجه. نوت ريزيستنس فايندنج ذا باث كونكتنج تو نودز ان اول سم اوف لينك فاليو. ال نو تو نودز الموجودين دول بينهم خط اللي هو اللينك. اللينك ده بنقول فيه عليه اكتيفيتي او كوست او وات ايفر. وفي هذه الحاله لو كان في كوست يبقى الاوبجكتيف بتاعنا تو مينيمايز التوتال كوست بتاع الترابل. لو كان في تايم يبقى هيبقى الاوبجكتيف بتاعنا مينيمايزنج التوتال تايم. Only directed arcs from the solved node to the unsolved node are considered. خلينا من solved و unsolved دي هنشوفها دلوقتي. Objective تاني find the shortest path. كاتب هنا path يعني معناها انه there could be more than one path. يعني ما فيش unique solution. ممكن يكون عندنا اكتر من path. يدينا نفس المسافة، يعني لك عاوز توصل مثلا لميدان التحرير، لو أخدت مثلا طريق العتبة هتوصل لميدان التحرير، تاخد لك مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو، لو رحت من ناحية شارع رمسيس هتاخد برضه 4 كيلو، يعني هما الاثنين، لكن لو رحت عن طريق اسكندرية طبعا هتاخد بقى 200 وشوية كيلو، ده موضوع تاني. ده from the origin to all other nodes of the network. Already algorithm solves the shortest path to each node that is close to the origin that exists. هنا دي معناها ان انا ممكن في النتورك عاوز اجيب اقصر مسافه مثلا او اقصر تايم بين النود 0 او O لغاية T. بحسبها كل المسائل كده. او عاوز اعرف يا ترى اوصل بالاي دي. نعم. معلش انا كنت عايز اسأل سؤال. بالنسبة للحل بتاع الـ exhaustive enumeration هنا. كنا بنحسب اللي هي العدد بتاعهم عن طريق اللي هي المعادلة اللي فيها الفاكتوريال. تمام؟ كنا بنعرف عندنا كم محاولة. لكن هنا هنحسبها ازاي؟ مش عارف. ما عنديش إجابة، ما عنديش إجابة، يعني أبا أرد عليك المرة الجاية أشوف هي بتتحسب إزاي، أوكي؟ تمام، أوكي. شكرا يا دكتور. نعم. دلوقتي إحنا هنا في المدخل بتاع الهايد بارك مثلا، أو مدخل جنينة الحيوانات بالجيزة، وعاوز أروح بيت الأسد، أهو بيت الأسد. عاوز برضو الشورت سباث ما بين دي ودي اي، مش شرط ان يكون من الاول تي دايما، لا، ان الشورت سباث دي ممكن تجيب لك شورت سباث بتوين تو نودز موجودين، فانا امشي كده ولا امشي كده ولا امشي كده. طبعا دي قدامي سهله، اجمع دي على دي، دي على دي مره، ودي على دي، على دي مره، ودي على دي، على دي مره، يبقى عملنا اكزوستنج ونقول انهي. فمش شرط ان يكون معنى الجمله اللي فاتت دي ان احنا دايما بنروح من الاو للايه للتي. From the origin to all other nodes of the network to all of the other nodes. مش شرط يكون التي بس فقط. The only middle
Education is that it does not stop until all roads are known. ايه بقى صوب النص هنقول دلوقتي؟ طيب هنشوف بقى حتة سولف دي ومدين سولف. على ايدك اليمين الايه؟ الشكل بتاع النت، وعاوزين الاوبجيكتيف بتاعنا ان نجيب الشورتست ديستنس ما بين الاو والتي. خلاص احنا عدلنا، وده البارك انترنس وده ترام اند ترمينال. حلوة، اني واحدة من النودز اللي موجودة ديا انا عارف انا فين ولا عارفها؟ انا لسه رايح جنينة الحيوانات فوقفت على المدخل اشتري تذكرة، يبقى الموقع ده انا عرفته ولا ما عرفتوش؟ النود دي عارفها ولا مش عارفها؟ عارف. لسه بقى جمالية القرود، ولسه جمالية مش عارف ايه، ولسه وحش السيور، ولسه حاجات تانية جوه انا مش عارف هي فين خالص. كل اللي انا عارفه ان انا عاوز التي دي بعد كده واروح في الوقت الحالي. طيب يبقى ده اللي هقول، دي انا حاجة عارفها، هقول دي نود بس دي صفتها انها سولفد نود. سولفد نود يعني محلولة خلاص نفتح. طب دول unsolved، كل النودز الأخرى unsolved. يبقى عرفنا دلوقتي solved نود وال unsolved نود. لو أنا بقى قلت هروح من O to A ساعة وقعدت فيها وأخدت كوباية شاي وسجارتين، يبقى O solved رحت لها و A solved رحت لها، والباقي ده كله unsolved. هنبتدي نشوف بقى الالجوريثم اللي احنا هنحل بيه بناء على كلمتين. الخطوط اللي موجوده دي بتسمح انك تمشي في اي اتجاه، يعني ممكن تمشي في الاتجاه العكسي ده، ممكن تمشي في الاتجاه العكسي ده او ده كده، ومش شرط تكون بتتقدم لقدام. فانا عندي اول خطوه هكتب كده فوق solved nodes directly connected to unsolved nodes. directly connected to unsolved nodes. فده ال unsolved nodes اللي هي connected directly مع O وال B وال C. دي is not directly connected، دي connected من خلال كل، ودي من كذا link. اللي directly connected هي A و B و C. تعال اكتب هنا في سيبك من باقي المكتوب ده، ان ده solved node اللي هي solved nodes directly connected to unsolved nodes. ممكن يكون عندي اكثر من solved node بس هي ايه اكثر من unsolved node connected بيها. هندور على اقرب واحده ليها. فهنا انا عندي دي connected، دي unsolved، دي unsolved، دي unsolved، ودي solved. directly connected A و B و C. طيب دي المسافه بتاعتها بيه. ودي المسافه بتاعتها بخمسه، ودي المسافه بتاعتها باربعه. ان هي اقصر مسافه الاثنين، فانا هوصل ما بين الاو والاي، وفي الحاله دي ابقى ايه دي عرفتها، فهتبقى الاخر دي سولفد ودي سولفد، الاثنين دول هيبقوا ايه سولفد. نيجي لو كررنا نفس الايه البتاعة الثانيه دي، يبقى انا عندي هنا فاضل دي خلاص كونكتد، فاضل هنا الاو دايركتلي connected unsolved nodes اللي هي ايه ال B وال C. بس انا دخل عندي واحدة تانية اللي هي ايه ال unsolved nodes اللي connected directly مع ال A هي ال B وال A وال D. يبقى انا دلوقتي وسعت ال A الدائرة بتاعتي. اذا انا اول خطوة اهي هيبقى عندي دول ثلاثة اللي هم directly connected
اخترت الايه الاثنين ووصلت ما بين الاو والايه، واصبح عندي او سولفد وايه سولفد. تعال نشوف احنا كتبنا ايه هنا. التوتال ديستانس ايه؟ اثنين. النمبر الانس نيرست نود يعني واحده اللي هي الايه، ثم المينيمم ديستانس ممكن يكون في اكثر من واحده اصبحت برضه هي، ويبقى اللاست كونكشن عملته ايه؟ كان او اي. طيب دي اول خطوه. نيجي على الخطوه الثانيه، قلنا عندنا ايه سولفد وعندنا الاو. الاي unsolved directly B و D، والO undirected ال direct nodes unsolved هي ال B وال C. اشتركوا في ال B أما مالناش دعوة. طب أنهي فيهم أقل مسافة؟ ال A عندها B تروح باتنين وال A تروح لل D بسبعة، في حين إن ال O تروح لل B في خمسة وال O تروح لل C في إيه؟ في أربعة. إذا أرخصهم مين؟ الاثنين. فإذا أنا هاخد الاثنين دي أوصلها كدون ويبقى عندي الـ O والـ A والـ B solved. أوكي؟ خلاص أنا أخدت الاثنين دول أهو، دول سيبك من ده، دي ودي solved، ده solved وده solved. طب نشوف دي كاتبينها إزاي؟ انا عندي دلوقتي او اي لاست كونكشن، يبقى الاو سولفد والاي سولفد. الكلوزست بالنسبه للاو اللي هي يا بي يا سي، يا بي يا سي، فالدي او السي اقل لهم اللي هي الايه السي اللي هي الزمن بتاعها اربعه، ويبقى النيرست سي واللي هي المينيمم ديستنس بتاعتها كام؟ اربعه، ويبقى اعمل كونكشن لاو سي حبيت يعني. طيب يبقى لاست كونكشن او سي. طيب وبعدين ال A كمان سولفد وال B واحدة من الأقرب لل A، ولأن الثانية في سبعة يعني A دي B اثنين و A دي سبعة، يبقى عندي أنا إيه أقرب واحدة لل B اللي هتبقى بقى زمانها من الاو قد ايه؟ راحت باتنين ورجعت على البي بايه؟ باتنين، يعني التوتال ديستنس بتاعتي بايه؟ باربعه، اتنين واتنين اربعه، ويبقى النيرست سي والبي وده باربعه وده باربعه، الاتنين زي بعض، يبقى ناخد ايه؟ كونكشن او سي والاي بي، خلاص او سي والاي بي. الاثنين زي بعض بيفضل بعض. ناخد دي خطوه رقم اثنين. ايه بقى اللي صورت اللي عندي؟ ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه، مش كده؟ ده بيمثل هنا هو فرونت، خلاص حاجه بالاو، الاو راحت مش شايف، خد عندي الايه ليها كونكشن مع دي والبي ليها كونكشن مع دي ومع اي ومع سي، لا لانها اصلا سولفد، والسي ليها كونكشن مع الاي طبعا مش مع البي تاني لانها ايه اوريدي سولفد. فيبقى عندي الاحتمالات اللي موجوده انه اصبحت الاي سولفد والبي سولفد والسي سولفد. الاي تو كونكت مع ايه بقى؟ خلاص بقى كونكت مع البي مع الدي اللي هي تبقى بسبعة، والبي تبقى كونكتد مع أربعة يا الثلاثة فهتبقى الثلاثة اللي مع إي، والسي هتبقى كونكتد ما عندهاش غير أربعة مع الإي، نكتب بقى دي هتبقى كونكتد مع الدي اللي هي هتاخد سبعة. سبعة بقى يبقى من الزيرو للدي كام؟ هي هنا باتنين، وصل بعد اتنين، اتنين وسبعة كام؟ تسعة. طيب وهنا دي ثلاثة ولا أربعة؟ أنا خدنا دي يوصل بعد قد إيه؟ وصل بعد اتنين واتنين أربعة، أربعة وثلاثة إيه؟ سبعة. طيب ودي توصل بعد قد إيه؟ بعد اتنين واتنين أربعة واحد خمسة وأربعة تسعة،
8 4 و4 4 4 و4 ناخد كده هو تبقى اقل حاجه 4 و4 تبقى 8. فانا عندي روت بيديني 9 وواحد بيديني 7 وواحد بيديني 8، اقصرهم مين؟ الاي. يبقى ايه دلوقتي اللي هختارها وتبقى صلبت والمسافه بتاعتها ايه؟ 7. وهوصل البي بالاي، اوصل البي بالاي. اوكي طيب دول اصبحوا صلبت، البي اي والبي والاي. الاي بشوف كده الاي ما قدامهاش غير الدي، ودي هتبقى 2 و7 9 تمام. والبي ما قدامهاش غير الدي اللي هي تبقى 4 و4 8، والبي والاي قدامها يا 7 يا 1، وهنختار ايه؟ 1 طبعا. يبقى هتبقى الدي 7 هي جايه 2 و2 4 و3 7 زائد 1 يبقى 8. يبقى اكتب لنا ايه مع الدي دي اصل حاجه، والبي مع الدي والاي مع الدي كلهم مع الدي. ناخد اقصر واحده يا 9 يا 8 يا 8، الاثنين دول زي بعضيهم. اذا عندي اوصل البي دي والاي دي، اوصل البي اي بي دي والاي دي، الاثنين دول يوصلوا. وصلناه بس دي خشيشة شوية، لكن ايه وصلناه خلاص. فاضل لي بقى ايه؟ انا ضايق في الدي ده بقى سولفد، وده بقى اصبح سولفد، وده بقى سولفد، ما عنديش غير اخر واحدة. اخر واحدة دي الاي مع التي تاخد 7، وعندي الدي مع التي بتاخد 5، والدي ما عنديش حاجة تانية، الاثنين دول 5، ودي أصلا كانت اللي هي نبص بقى الدي دي جت منين؟ احنا في الايه؟ احنا في الايه ولا ايه؟ في الايه؟ احنا في الدي في الدي احنا في الدي. بص معايا في الجدول بقى، الدي دي وصلت كام؟ 8. ارجع بالجدول، دي كان بص دي 8، يبقى دي 8 و5 13، والاي وصلت بعد قد ايه؟ بص كده هنا هو الاي وصلت بعد 7، 7 و7 14. آخر خطوة يبقى 14. فهمت الجدول ده ولا نعيده تاني؟ طيب تعالوا بقى ايه، يبقى احنا بنعرف من المينيمم ديستنس دي، يعني لو قلت هبتدي بدي هجيب 8 من هنا، لو قلت هبتدي بالاي هجيب الاي 7 من هنا، لو قلت هبتدي بالسي هجيب السي من هنا، لو قلت هبتدي بالاي هتبقى الاي اهي، لو قلت الاو اللي هو 0. يبقى الجدول ده ازاي بقى؟ عاوزين نعرف الايه؟ الروت او اي اي بي بي اي اي دي دي تي ده الباس اللي يديلك 13. او اي وبعدين اي بي اي بي ثم بي اي ثم بي دي ثم دي تي. اوكي okay.
تعالى نقرا الثاني. اي يعني هيبقى ماشي او اي اي دي بي اي بي اي اي دي وبعدين دي تي بي اي الله الحل بتاعه الحل بتاعنا اهو ده الكلام هنا موجود نمشي كده اهو اللي هو يديني 13 13 ده ما يديش 2 و2 4 4 و4 8 و5 13 اذا هنا ده ميكس لانه اكتر من ايه من باث ممكن يوصلنا من الاوريجن الى الكود. اسئله بقى انا عاوز نقول له حاجه نقول له ها خلاص ننتقل اللي بعده الدكتور حضرتك معانا ولا مش موجود؟ الصوت بيقطع ايه والله الصوت بيقطع برضو لا لا تمام ظبط دلوقتي ظبط دلوقتي الصوت بيقطع رجع يقطع تاني بس عادل يعني خلاص ونعمل ايه بقى للشبكة ما عنديش حل تاني الا اذا اجي لك بقى البيت اقول لك الكلام ده ما عنديش حل تاني هو ده الحل اللي موجود اللي فوق هو دكتور حضرتك فاتح واي فاي حضرتك فاتح واي فاي ولقيت شبكه فاتح طبعا واي فاي طب لو حضرتك تقدر توصل السلك من الراوتر على طول لللابتوب هذا هيبقى افضل يعني لا ما اقدرش اوصله انه الراوتر بعيد عني شويه طب خلاص مفيش مشكله على الارض عشان اديكم محاضره مش اقعد على الارض عشان اديكم محاضره واوصل بعيد صعب خالص طيب لو بيقطع يعني اطلب مني انا اعيد لك الحاجه تاني مفيش مشكله خلاص تمام يا دكتور ماشي احنا برضو لسه في الشوط السلوت الجوريثم احنا عندنا الشوط السلوت لما بيكون دايركتد البروبلم بتبقى دايركتد ممكن يبقى عندنا حالة من اثنين يا حالة اسمها اسايكليك يا حاجة اسمها سايكليك ايه الاسايكليك والسايكليك لما تبص الاسهم اللي موجوده عندنا هنا دي كلها تجد انه من A to 1 to 2 ماشيه كده ومن 2 to 4 ماشيه كده ودي جاي قافل عليهم وبعدين من 1 to 3 ومن هنا من 3 to 4 ودي قافل عليهم من هنا ودي من 2 to 4 ودي من 4 to 5 ودي قافل عليهم كده وبعدين من 4 to 5 4 to 4 to 5 to 6 ودي برضو من 3 to 4 ل 4 to 6 ودي قافلة عليهم ودي من 4 to 6 و 4 to 7 دي بقى يسموها أسايكليك أمال إمتى تكون سايكليك يعني هيبقى في لوب يعني معناها إنه ماشية كده 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 خط ده في الاتجاه الثاني فتعمل لوب وتبقى سايكليك دي ليها طريقه في الحل ودي ليها طريقه في الحل تاني نشوف الاسايكليك based on recursive computation which is the basis for the dynamic programming calculation طيب هو بقى بيجي يقول لك ايه
اليو الشورتست ديستنس فروم نود 1 تو نود جي، يعني اليو دي هتمثل ديستنس من 1 ل 4، من 1 ل 5، من 1 ل 6، من 1 ل 7. ف يو 1 بالزيرو لان مفيش ديستنس بينها وبين نفسها، لكن هنا من يو 1 وهنا دي يو 2 2. طب لو اخذت الفاص ده يو 1 بزيرو زائد 4 تديني يو 3. طب ويو 4، يو 4 هتبقى يا اما 2 زائد 11 ب 13، يا 1 زائد 10 ب 11، يا 4 زائد 3 ب 7 هتبقى 7، تبقى يو دي ب 7. اذا انا هختار الشورتست اللي وصلني هنا، هو لان داخل هنا 3 ايه اسهم. اوكي طيب هنا بقيت 7، يبقى 2 و5 تبقى 7، او تبقى 7 و8 15، هنقي الصغيره اللي هتبقى 7. اوكي وهنا برضو يا اما هنا خلاص عرفنا ان دي 7، 7 و7 14، وهنا تبقى 14، او 4 اللي جايه من هنا زائد 1 ب 5، 5 و9 14، وهنا كانت 7 و6 13، يبقى دي بناء عليها 13. فاذا الرقم اللي انا بقوله لليو هو عباره عن وصلنا قد ايه، يعني هنا 4 و3 7 اصغر واحد يبقى ده 7 وهكذا، يبقى يو 4 تساوي 7، يو 6 هتساوي 4 زائد 1 بكام؟ ب 5، يبقى يو 6 ب 5، يو 5 ب 7 زائد ب 2 زائد 5 ب 7، يو 7 هي 7 زائد 6 ب 13 او ب 15، يبقى يو 7 ب 13. نعمل لها تابيليشن كده، طبعا ده شرح. هنقول اليو 0 هي تبقى من قوسين ليبل 0 1 0 ما فيش لان جايه دي بدايه، يو 2 هنعملها لكم دلوقتي بالرسم وبعدين نبقى نرجع نشوف التابيليشن اللي مكتوب. هذه هي دي المساله اللي عندنا، طبعا دي 0 يبقى عندي دي عباره عن 0 وما فيش، جايه من ما فيش او من ما لا نهايه ما اعرفهاش. طيب هنا بقى دي اسمها يو 2، واليو 2 دي اقصر حاجه جايه منين؟ هي ما عندهاش الا جايه من 1، فاذا هقول هنا هو دي 2 اللي هي توصل لها ب 2، وجايه من الاثنين دي من النود رقم 1. طيب هنا ده يو 3 وجايه منين الثلاثه دي؟ جايه من النود 1 برضه، هتبقى ايه؟ 4 و1 اللي هي المسافه دي. طيب الأربعة بقى يو أربعة، لأ وعلامة استفهام برضه لسه ما كتبتش، هنعملها ازاي بقى يو أربعة دي؟ يو أربعة هناخد المينيموم من التلاتة اللي داخلين عليها، الأولانية اللي هي من يو واحد ها زائد الديستنس الأولانية دي، والتانية من يو اتنين زائد الديستنس دي، ودي من يو 3 يو 3 والديستنس دي، فدي عبارة عن 2 زائد دي 0 زائد 10 ب 11، 0 زائد 10 ب 10، وهنا ده 2 زائد 11 ب 13، وهنا دي 4 زائد 3 بكام؟ ب 7. فيبقى عندنا هناخد المينيموم اوف U1 زائد D1 4 و U2 زائد D2 4 و U3 زائد D3 4، وهناخد المينيم بتاعها الأولانية دي ب 10، الثانية ب 13، الثالثة ب 7، يبقى 7. يبقى دي هتجيبها منين بقى؟ من ها من 3. يبقى هنا بقى هنكتب إيه بقى؟ 7 جاية من 3 اللي هي 4 زائد 3 بقت 7. نشوف بقى 5، يو 5 وجاية منين؟ يو 5 بقى هتبقى جاية من الأسهم اللي داخلة دي، يا دي يا دي،
طيب دي 2 زائد 5 يا 7 زائد ايه 8 هي تتعمل ازاي؟ المينيموم بتاع يو 2 زائد دي 2 5 اللي هي 5، وهنا يو 4 اللي هي 7 و3، 7 جايه مش مهم من 3، زائد الدي 4 5 اللي هي 8. يبقى هيبقى عندنا مينيموم من 2 و5 7، او 7 و7 و8 15. المينيموم بتاع اللي عندنا هو 7، يبقى اذا دي هتبقى هنا 7 وجايه من 5. لا 7 وجايه من دي غلط، جايه من 2. سبعة وجاية من 2، فاضل لنا بقى ايه؟ 6. 6 دي داخل عليها كام سهم؟ السهم ده والسهم ده. هتبقى يا اما 7 زائد 7 ب 14، يا 7 زائد 7 ب 14، يا 4 زائد 1 بايه؟ ب 5. طيب يبقى دي 6. هتبقى عندنا 7 زائد 7 ب 14، 7 ايه؟ 7 ب 14، يا اما 4 زائد 1 هيبقى ب 5. هناخد الرزال اللي هي 5، هتصبح دي عبارة عن 5 وجاية من 3. عاوزين نجيب 7 بقى، داخل عليها سهمين، سهم بيقول انها 7 زائد 6، وسهم بيقول 5 زائد 9. 7 زائد 6 13، و5 زائد 9 بكام؟ ب 14. اذا هي هتبقى الايه؟ ال 13. فهنا دي هتبقى نحسبها نلاقي ايه 13 او ايه ال 14. هناخد ال 13 هتبقى دي جايه منين؟ من 5 وبتدي ايه 13. نشوف بقى الايه الاصغر دون ونعمل عليه الخط بتاعنا ماشي ازاي. اتنين واحد أربعة واحد، الأرقام اللي كانت موجودة، إذا أنا همشي نمشي بقى إزاي بقى؟ هنمشي من دي بالعكس، 13 دي جت منين؟ من 5، والسبعة دي جت منين؟ ما صلحناش دي؟ أه ما صلحناش، من 2. نقرا بقى بالعكس، ادي ال 13 جت من 5، وال5 جت من الاثنين، وال2 جت من 1، يبقى ده الخط بتاعنا اللي هو الايه؟ الشورتست روت في حاله ما اذا كان acyclic directed network. سهله ولا فيها حاجه؟ لا تمام يا دكتور، يا جماعة علي تمام، هو بس في لاج بس على اللي مصاد حضرتك بيوصل للناس كمان يعني. حاجة فاشلة خالص بقى. اوكي ده اذا كان السايكليك بقى الجوريثم ده، احنا شايفين دي ماشية كده ودي ماشية كده ودي قافلة عليها، يبقى دي اسايكليك. دي ماشية كده ودي ماشية كده ودي قافلة عليها، يبقى سايكليك. دي بقى ماشية كده وماشية كده وراجعة كده، أنا هقولها من غير ما إيه نحلها يعني كده. تعالوا نحلها. هنا هيبقوا كام؟ عندنا داخل سهم وداخل سهم. طب نشوف دي
السهم ده جاي منين؟ جاي من اثنين، يبقى لازم يكون اثنين اصلا محسوب. فاذا دي من واحد لاثنين هتبقى هنا 100، صح؟ خليكم معايا، تخيلوا بقى دي اصبحت هنا ايه 100، عشان تمام. مش كاتبها 100. 100 زائد 20 ب 120، يا 0 زائد 30 ب 30، مين احسن؟ ال30 100 ايه 30، هياخد ال 30، يبقى دي عندنا ايه 30. طيب 30 و10 ها 40 40، يبقى 4 دي بقى كام؟ 40 4 ايه 4 هتبقى كام؟ 40. 40 و15 55، ودي كانت اصلا هي بكام؟ ب 100، يعني هي ارخص بال 55. 55. يبقى حشت، يبقى حشطب ال 100 وابتدي من 55 تاني. اوكي هنعيد 55 و20 ب 75 و30، اي بدل 30 زي ما هي. اوكي و30 و10 و55 ب 15، يبقى دي بقت اصبحت 55. يبقى 2 معناها جايه من دي لدي، هي الرقم بتاعها بقى 55 ودي الرقم بتاعها 30، مع انها اصلا تقرا 100، عشان كده ده حته السايكل. تعالوا نشوف بقى 5. 5 بقى هنا كنا 30 و10 40، 40 و50 90. طيب وهنا 30 وهنا 60 90، فاذا يبقى ادي باس منهم رايح كده، والباس الثاني جاي كده اهو، كده اهو، الاثنين يدوني ايه؟ نفس الرقم 90. طب طيب هنا يا انا دكتور اختار اي لو حل فيهم؟ مرفوض، لا احنا بناخد السوق. انت عندك دلوقتي ما احنا قلنا ده الحل مش يونيك، ممكن يكون عندي باص واثنين وثلاثه و10، تمام اي يعني. مساله مسائل الاوبريشن ريسيرش ماشي يونيك، جميل. مش انا يونيك قصدي يعني اهو. اختار 1 3 5 ولا 1 3 4 5 افضل؟ لا تقول لي الاثنين، تمام هتقول لي جميل الاثنين، ما تخبيش على اي حاجه. مين خلاص. بقى اللي هيقول بعد كده ناخد ده ولا ده؟ يا سيدي صاحب الشأن بقى، احنا مش احنا بنحل له المسألة وهو بقى ياخد القرار، مش انا ناخد القرار. يعني جايز يكون المسافة هنا 10 ورخيصة، و30 و10 وهنا 90، ويبقى هنا في جبل في النص، يقول لك الطريق ده هيبقى صعب قوي عليا مثلا، خد بالك، او ده في حواديات كتيرة مثلا، على زي مثلا طريق تبقى رايح مصر بتاع ده، مش مصر، مطروح الجونة والحاجات اللي زي دي، الطريق الساحلي اللي على الجبل ملوي يمين وشمال، وملوي يمين وشمال، فأنت عندك 60 كيلو منيلين على عينيهم. أنا آخد الطرق في أحسن لي، مع إنها كذا طريق، علشان ده هيبقى ستريت وده ملوي وخطر وعلى جميل العربية مثلا، لغاية جميل لما عملوا بتاع الجلالة، بقى الجلالة بقى كده أحسن بكتير. تمام يا دكتور دي تمام. يسموها دايركت لوب، دي بيسموها، ممكن يبقى عندك في المسألة بقى أكتر من دايركت لوب، لو بقى في أكتر من واحدة يعني دي دايركت لوب برضه تانية، كان المسألة برضه هتبقى أصعب شوية. بس هي أنا ما تاخدش الحل من أول إيتريشن، لازم تكمل تشوف أول بوسيبل إيتريشن، فده الدايركت لوب بتاعك. سلم بقى تريشن واحد وتريشن ثلاثة في حد مش فاهم حاجة مينيموم سبانينج تري، ساعات يسموه مينيموم سبانينج تري، وساعات يسموه مينيمال سبانينج تري. ده بسيط جدا هخلصه وخلصه، هي نفس المسألة، سيرفاد بارك مانجمنت نيدز تو ديتيرمين روز تليفون لاينز شود بي انستولد تو كونكت اول ستيشنز وذ مينيمم توتال لينث اوف لاين
So the problem using the data given in figures below. الواحد يقول ايه مش هنمد سلك، ما نمد السلك احنا واجعين دماغنا على ايه؟ يعني هنوفر قد ايه؟ لا توفر كتير. انت عارف الكابلات الكهرباء التخينه دي اللي تبقى مرميه في الارض، الكيلو بكام؟ الكيلو ب 30 جنيه. يعني انت لو عندك 200 متر ولا 400 متر هتمد بيهم في الشارع كده، هو الحته زي دي هتدفع شويه الاف جنيهات. فمهم جدا في المسافات اللي زي دي ان احنا نبقى نشوف ايه اقصر طريق ممكن ناخده. هنبتدي نحل المسألة على طول لأنها العملية سهلة. أولا هنا في حل المسألة بتاعت المينيمم سبانينج تري ممكن أبتدي من أي نود، يعني ممكن أبتدي من الأو، ممكن أبتدي من البي، ممكن أبتدي من الدي، من الإي، من السي، من الإي، من التي، زي ما أنت عارف. بدايتك من أي حتة. ولنكن إحنا هنمشي نمطي، يعني هنبتدي من هنا. هنشوف هنا الأول اقل كونكتنج ديستنس بتوين، ده طبعا سولف النود هبتدي بيه، ودول ان سولف اللي هم دايركتلي كونكتد، هشوف اثنين ولا خمسه ولا اربعه هختار الاقصر. يبقى انا هختار الاي تكونكت او مع ايه. طيب هذه اول خطوه، اصبحت اي سولف واو سولف دي كونكتنج بي باثنين وكونكتنج دي بسبعه، ودي كونكتنج بي بخمسه، ودي كونكتنج سي باربعه. هنا انا ارخص فيهم الاثنين، ارخص واحده ارخص من السبعه وارخص من الخمسه وارخص من الاربعه. يبقى الخطوه اللي بعديها هروح كونكتنج ايه؟ الاي بالبي. اصبحت دي سولفت ودي سولفت ودي سولفت، دي عندها كونكشن بسبعه، دي عندها اربعه وثلاثه وواحد. وواحد دي ارخصهم طبعا، يبقى انا هعمل كونكشن لايه؟ لواحد. بعدين بقى دي سولفت دي سولفت دي سولفت، فده سبعه وده اربعه وده ثلاثه، ارخصهم مين؟ الثلاثه. إذا أنا همشي على الإيه؟ على الثلاثة. وبعدين ده أصبحت سولفد دي سولفد دي سولفد، يبقى هنشوف بقى دي سبعة ودي أربعة ودي واحد، هناخد الواحد طبعاً هم أرخصهم. آدي الواحد. خلاص بقى عندي دي خمسة. طبعاً دي سولفد خلاص. عندي دي خمسة وعندي دي سبعة. هاخد طبعاً الخمسة. ده ملهاش باص، يعني احنا عملنا تفريعه كده هو عشان ندي توتال ديستنس تكون اقل ما يمكن. فالاطوال بقى التوتال لينث اللي عندنا هيبقى 2 زائد 2 ب 4، 4 و 1 5، 5 و 3 8، 8 و 1 9، 9 و 5 14 كيلو متر اسلاك او متر اسلاك زي ما يكون. ممكن كنا نبتدي من اي حته نوصل نفس النتيجه، يعني كنا ممكن نبتدي من بي مثلا فور اكزامبل، هيبقى ده السولف، هيبقى ده عندي 2 و5 و1 و3 و4، هاخد الواحد هعمل كونكشن ليه، خلاص اصبح ده السولف، هيبقى عنده هنا 4 وهنا عندي 4 و2 وهروح واخد ده. وبعدين عندي بقى ده سولف ده سولف ده عنده سولف 2 و7، وده سولف عنده أربعة، وده سولف عنده ثلاثة، يبقى الاثنين أجيب ده. يبقى عملت كده أهو أهو اللي عندي لغاية دلوقتي زي ما هي. وبعدين ده بقى سولف وده سولف، خلاص بقى أكمل زي اللي كنا عليه، ده سبعة وده أربعة وده ثلاثة، هندي الثلاثة. وبعدين دون واحد وده أربعة وده سبعة، هندي الواحد. وبعدين ده خمسة وده سبعة، هندي الخمسة. يطلع نفس الحل هو أهو. تبتدي منين ما تبتدي تقدر توصل لنفس الايه؟ الحل. في حد مش فاهم الكلام ده؟ فضليني هنا بروبلم هخليها المره الجايه،
هي الماكسيمم فلو بروبلم. وارجو ان المره الجايه يبقى الناس حاضره شويه، يعني احنا دلوقتي اللي حاضرين عندنا كام واحد؟ عدد بسيط جدا، انتوا 54 واحد مفروض، 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 واحد من 54 واحد، رقم تافه جدا بصراحة، يعني خسارة المحاضرة اللي أنا بديها بصراحة. أرجو إنكم تحضروا المرة الجاية، إحنا هناخد جزء صغير في الماكسيمم فلو عشان ده عاوز شوية تركيز، وبعدين هحل لكم مسائل على الدواليتي والحاجات اللي هي كانت إيه فيها كلام شوية عشان نقدر نقفل الكورس كويس. حد عنده أي أسئلة قبل ما نقفل؟ ها؟ لا تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. أيوة نعم، يلا روحوا اتغدوا بقى.